على هامش الدورة 14 للصالون الدولي للفلاحة والصيد البحري انعقدت ورشة عمل وتفكير تحت شعار مرأة فلاحة متكونة ومتعلمة، ولكن وقد تطرقت الورشة إلى وضعية المرأة العاملة في القطاع الفلاحي مقارنة بالتحولات التي طرأت على مستوى التكوين والتعليم العالي الفلاحي. الفورماسيون هذه تتنزل في الأنشطة أنشطة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بشراكة مع مؤسسة الأرض للإدماج والتنمية الشاملة، وهي مكتب الدراسات مختص في مجال مرافقة المشاريع التضامنية، وأيضا الشبكة التونسية للاقتصاد الاجتماعي وهي جمعية تعنى بتطوير مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ورشة أولى تهتم بالتحولات اللي حصلت على مستوى تكوين المرأة الفلاحة. بعد عملنا محاولة لنوعا ما تنشيط تفاعلي بين المرأة الفلاحة والشابات خريجات مراكز التكوين المهني والتعليم العالي الفلاحي وغيره. ايضا جبنا بعض التجارب الاخرى كما بعض الجمعيات اللي تنشط في هذا المجال، جبنا ايضا بعض الجمعيات الشبابيه اللي هي تنجم تعمل بعض التجارب، وحاولنا من خلالها نثمن التجارب المراه الفلاحه في بعث المشاريع. وقد كانت الورشة فرصة للحديث عن الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلاحة في سوق الشغل، والتنويه إلى ضرورة مراجعة شروط تمكين خريجات المدارس الفلاحية من القرض العقاري. عملنا الورشة هذه باش نحب نبينوا للناس وللدولة اللي عندنا نساء قاعدة تقرأ في القطاع الفلاحي، عندنا نساء قاعدة تتكون في القطاع الفلاحي، ماذا بينا نسبة تفاضلية للمرأة في الحصول على الأراضي الدولية، وكيف كيف زاد معناها ماذا بيا زاد الفطره نتاع الكراء ما تكونش كيما تو 15 سنه واحد مازال كيحضر في روحه وباش يبدا ينتج وصايي باش يبدا يرتاح ودخلهم برودكسيون يقولوا لا ينجم يعاود له الكونترات، وكيما ينجم يقف شكون ضامن لي انا بعد 15 تعاود لي الكونترات. احنا نعطيو اطول فتره ونقراو حساب اللي على الاقل نوصلوا هاك السيد هذاك للاج دولار تري. يلزم وزاره المراه تقول كلمتها، ما تخليش لي كونديسيون تاع البي تي اس، والبي تي اس هي اللي تفرض شروطها. انت كوزاره المراه يا تعترف بالمراه الفلاحه اللي هي تابعتك وهي راي مراه، ودون سكا يلزم تعطيها القروضات اللي تنجم تخدم بها، يا يقول المرأة الفلاحة ما تتبعش وزارة المرأة خلت تلوج وزارة أخرى تنصهر تحتها. هذا ويتواصل الصالون الدولي إلى غاية 29 سبتمبر، ومن المنتظر أن تنعقد العديد من الورشات والندوات العلمية لتكون فرصة للفلاحين والزائرين لمواكبة ومعرفة آخر مستجدات القطاع الفلاحي.